خلينا نروح برضو مع مزيد من الأخبار المحلية واللي مهمة للناس كمان. يعني النهاردة أقر المجلس القومي للأجور في مصر زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، وإحنا عارفين أنه الدولة كانت اهتمت بالقطاع العام، ولكن إحنا نتحدث الآن عن القطاع الخاص. هيصل إلى 2700 جنيه بدل من 2400 جنيه، وذلك اعتبارا من بداية يناير 2023. فده طبعا برضو يعني هنا القطاع الخاص بينضم إلى ما قامت به الدولة. أقر المجلس ألا تقل قيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص عن 3% من الأجر الاشتراكي التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه. ده طبعا في إطار إجراءات كتيرة جدا بتقوم بيها الدولة المصرية للتخفيف عن كاهل المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية المالية وفي نهاية سنة 2022. خلينا برضو يعني لازم مهم جدا هنا نتكلم عن الجهود المبذولة ونفهم قد إيه الدولة بتتكلف، تكلف أعباء كتيرة جدا عشان تخفف عن المواطن وعن قسوة الظروف اللي مش بس بنمر بيها في مصر ولكن بنمر بيها في العالم. وإحنا عارفين إنه كان في حزمة إصلاحات اجتماعية كانت مهمة جدا يعني في الفترة اللي فاتت قامت بيها الدولة، وده في ظل أيضا الظروف اللي بيمر بيها العالم. تعالوا نشوف مزيد من التفاصيل. دكتورة سهر الضماطي معايا على التليفون، الخبيرة الاقتصادية. مساء الخير دكتورة سهر. أهلا بيك يا فندم. أولا وحضرتك طيبة وبألف خير. طيبين. أنا سعيدة النهاردة لأني عمالة أقول أخبار لطيفة كده في التاسعة وفيها كده حاجات للمواطنين، يا إما تيسير أشياء أو إجراءات أو الاهتمام بيهم، أيضا ده من الأخبار المهمة، خصوصا صحيح أنه بيهم القطاع الخاص لأن إحنا عندنا نسبة كبيرة من المواطنين من يعملون بالقطاع الخاص. حضرتك اشرح لنا مزيد من التفاصيل عن هذا الخبر. الخبر ده في منتهى الأهمية دي، لأن ما فيش شك ان الظروف العالميه اللي مر بيها الاقتصاد في الفتره الاخيره دي نتيجه حرب روسيا اوكرانيا كانت غير مسبوقه، وبالتالي دي ادت الى ارتفاع اسعار في حاجات كتير جدا، في النفط وفي الغذاء ومنتجات الانتاج وفي الشحن وسلاسل الانتاج توقفت. كل ده ادى الى تضخم غير عادي. صحيح. التضخم ده في العالم وفي مصر. وبالتالي بدأت الدولة بإجراءات سريعة جدا جدا علشان تقدر إنها نمرة واحد توفر الغذاء والنفط للمواطنين، ابتدت حطت أولوياتها إنها الحقيقة تعمل مجهود كبير جدا في هذا المجال وتوفر المنتجات الغذائية والنفط وتعمل مخزون في 7 أشهر. فده كان مهم جدا. نمره 2 قامت باجراءات قويه بالنسبه للعاملين في القطاع العام الاول، ففي زياده المهيات وفي زياده المعاشات. فده كانت خطوه ثانيه. النهارده اللي احنا بنشوف القطاع الخاص الجديده بالنسبه للقطاع الخاص، وهنا الحقيقه دي كانت مهمة لأن كان في بعض القطاعات الاقتصادية من القطاع الخاص كانت بتعدي بأوقات صعبة نتيجة الظروف الاقتصادية. فاهتماما من الدولة بالحفاظ على العمالة، ودي نقطة مهمة جدا طبعا، إنه يحصل الحقيقة توافق كبير ما بين اتحادات الغرف المختلفة، سواء احنا بنتكلم على الغرف الصناعية أو الغرف الطبيعية أو خلافه، مع مجلس القومي للأجور، بحيث انه يعمل ما هي كويسه في هذه ال 2700 اللي تم وضعها، والعلاوه ما تبقاش اقل عد ادنى ليها 1000 جنيه. برضه عايزين نقول قرب القطاع الخاص بنتكلم على برضه 2700 لحد ادنى يعني. تمام. ومن هنا ده بيدي للمواطن العامل اللي بيشتغل في القطاع العام اللي بيشتغل في القطاع الخاص المقدرة على انه يواجه ارتفاع الاسعار، وان هو يقدر يعني يتمشى في حياته مع هذه الارتفاعات أكيد. غير مسبوقة عالميا ومحليا.
أكيد. هو عموما زي ما حضرتك قلتي هو اهتمام من الدولة سواء في القطاع العام زي ما قلنا والحزمة الإصلاحات المجتمعية اللي كانت موجودة من فترة، أو بالنسبة أيضا للقطاع الخاص. طيب حضرتك برضو يعني ممكن تشرح لنا هنا النسبة، يعني هنا في الخبر نسبة، يعني نسبة محطوطة بحيث أنه يبقى في كمان تأمين للناس جوه هذه الزيادة اللي موجودة في القطاع الخاص. تمام. انا ذكرتها الحقيقه اللي هي قيمه العلاوه السنويه، ويجي على فكره دي بالنسبه لكل المنشات بما لا يقل عن 3% من اجل الاشتراك التاميني، او زي ما انا قلت حد ادنى 1000 جنيه، يعني ممكن تبقى اعلى. ايوه انا يمكن بسال هنا حضرتك مزيد من التفاصيل عشان الناس بتحب تعرف يعني كام، فهنا يعني بحد ادنى 1000 جنيه يعني كده، يعني كده الخبر يبقى واضح بالنسبه لهم. بالظبط. وده من الأخبار اللي أيضا هتبقى مهمة بالنسبة للناس. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة سهر الضماطي الخبيرة الاقتصادية. وزي ما أنتم شايفين كده يعني حزمة من الإصلاحات مهم جدا أن الدولة كانت تبقى طول الوقت منتبهة ليها، لأنه إحنا بنعمل مع العالم بالتوازي، يعني انت ما تقدرش تبقى منعزل عن العالم لانك في النهاية في دائرة متصلة طول الوقت في كل امورك. يعني فانتوا شايفين انه في اصلاحات كثيرة جدا كانت موجودة، اهتمام مثلا بمسألة الاسعار والدولة انتبهت لده كثيرا، وايضا الاهتمام ايضا حتى بالمواطنين والموظفين اللي بيشتغلوا مع القطاع الخاص.